مطلوب إغاثة دولية، لأن هذه مأساة كبيرة. شيء كانت المية طبعا خارج السيطرة، أي جهة تكلمها تقول لك أنا خارج السيطرة، كانت الجهات الأمنية، الجيش كان يخطبوا في المواطنين، أن الجهات المدينة القديمة على الأحياء اللي يعني مهددة بالغرق تخلي، ولكن أغلب المواطنين كانوا واخذين أمر يعني سلبي. مطلوب إغاثة دولية، لأن هذه مأساة كبيرة. وش ما استمرت وش ما طولت القصة حتى تتفاقم، ولكن هناك دعم ما شاء الله، هناك وقفة. نحيي كل من ساهم في هذه الفزعه.